الواحد مختل عقلي ذبح واحد شخص هنا بالموس حافي جاب الله كان حافي وما كانش حافي كانت غتكون شي كارثه لا قدر الله. يعني نتوما ابناء هذه المنطقه ديال اللي هي منطقه بني خلف يعني كي كتشوفوا الظاهره هذه واش ظاهره صحيه او غير صحيه؟ لا غير صحيه غير صحيه. خص المسؤولين اللي يكونوا محملين هذا الشيء كله، وإلا شدوا الانسان ملي كيكون شويه ما عندوش العقل يكونوا مهتمين به ويدوه للبلاصه اللي ما يبقاوش يتلقوا فيها باش يبقى كيقتل في عباد الله. الصراحه زعما كاين هذا الشيء اللي ولينا كنسمعوا ولا كيخلع بزاف. وليتي كتكون غادي في الشارع وانت ما مطمئنش على نفسك ولا على ولادك ولا على حتى شي حاجه. الصراحه زعما كاين يخص المسؤولين اللي يتكلفوا بهذا الشيء 100% وتكون جديه، ماشي غير يقولوها اليوم وغدا ما كاين والو. زعما هذا الشيء راه كنعرفوه، زعما ماشي غير عليا انا ولا على الاخر ولا على الاخر، راه بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس، راه ولدي وولدك وولد الاخر وولد الاخر كلشي مقيوس. ايوا الحمد لله الله يهديهم ويتفكروا هذه القضيه وينتبهوا ليها. دابا واحد قتل امه، واحد قتل بنت في الزنقه، واحد قتل اختو، واحد قتل امه كلها، راه لا قتل واحد راه قتل امه كلها، راه لا اله الا الله. والحمد لله نطلبوا الله تبارك وتعالى يرفد علينا هذا الوباء ويتنبه لينا زعما كاين يا السلطه في هذه القضيه اللي كاينه في الشوارع. راه حتى واحد ما تلا كيمشي في الامان، راك في دارك وما تليتيش حاس بالامان الصراحه في دارك. مؤخرا كنا كنعرفوا بانه كاين واحد بلاصه كانوا كيشدوا فيها هاد الناس المقتلين عاقلين اللي هي بويا عمر. مورا بويا عمر وتسد بويا عمر ولينا كنشوفوا الحالات ديال الناس المقتلين عاقلين ضايعين في الشوارع. رسالتك الناس المسؤولين اللي سدوا هاد بويا عمر؟ إلا سدوا بويا عمر كاين بلايص اخرين من غير بويا عمر. راه كاين برشيد فيه بلاصه الحمقين، فيه بلاصه الناس اللي كيداوي، وفيه بلاصه الناس هما دابا ما كيديهمش لهذوك البلايص اللي مختصين ليهم، هذوك البلايص ما كيديهمش ليهم، غير كيديه للسبيطار كيدق له برك كيتهدن واحد شويه كيتلقى يرجع للشارع. ملي كيخرج للشارع كيدير كثار من داك الشيء اللي كان داير. علاش؟ حيت ملي كيطير منه داك البنج ديال ديك البرا صافي كيولي يشوف غير القتيل، ما كيشوف حتى شي حاجه. اما بويا عمر ماشي هو اللي كان ديال المسطين، حنا كنا كنعرفوا، حنا دراري صغار كنعرفوا بالرشيد هو ديال المسطين، هو ديال الحمقين، هما فين كيداووا، ماشي كيداووا في بويا عمر ولا بويا عمر كيدوا يربطوهم بالسلاسل وكيخلوهم تما وصل عندي، بالرشيد فين كاين الدواء. ولكن هذا الشيء كله كنقولوا للمسؤولين اللي باش ينتبهوا لهذه القضيه.